عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. مشيت الله النهاردة برضو طالعين رحلة أسرية جديدة. احنا بننشط الرحلات الأسرية عشان الناس اللي هي بتبقى معاها أهلها وحابين يغيروا يوم مع بعض، فبنحاول نوري لكم أماكن للقعدة وأماكن للصيد الحر بحيث ان الناس تغير جو. وكده كده انت ممكن تطلع رحلة عامل حسابك ان انت هتاخد سمك وكده، وطالع مع اصحابك وطالع من الفجر وترجع من غير اي حاجه. فاحنا بننشط الرحلات الاسريه بحيث ان انت تطلع تنبسط مع اهلك، يبقى خدت سمك ما خدتش سمك اسمك ان انت غيرت جو مع اهلك. وبنحاول انا ننشط موضوع الرحلات الاسريه. النهارده كالعاده طبعا طالع انا واهلي، عندي الحاجه ام هي قعدتها هنا على جنب، هي الاخ يحيى الست عاليه. النهاردة كنت حاجز كيس طعم عند واحد صاحبنا هنا من رشيد، للأسف أنا اتأخرت عليه شوية فهو باع الطعم. طب أنا هنعمل إيه؟ المكان ده زي ما أنتوا عارفينه ده آخر فرع رشيد، دي كده نقطة بغاز رشيد، ده كده البحر ونقطة بغاز رشيد. فأنا هنعمل إيه إن شاء الله؟ طبعا دايما الصياد بيبقى عامل حسابه في موضوع الطعوم ده، بيكون عنده دايما طعوم احتياطية في التلاجة. الايام دي ممكن يكون فيه بوري، فانا ان شاء الله النهاردة كده واحنا بنتسلى مع بعض هنعمل لكم طريقة عجينة زفرة اسمها عجينة الكبريتة. في نفس الوقت هنجهز طعم ان انا نشتغل بيه تشويح. الطعم اللي معايا الاساسي دي يا جماعة اللي هي البقلاويز او الجراجولا، او في ناس بتقول عليها جندوفلي، اللي هي الصدفة دي. طبعا انا معايا الصدفة ديت ومعايا شوية دود مملحين، يعني الصدفة طبعا حكمت عليا ان انا ايه مفيش قدامي غير الطعوم دي. يا عالم يمكن يكون ليها رز ان شاء الله. فانا هنحضر طعماية العجينة الكبريتة او العجينة الزفرة. العجينة دي هنحضرها ازاي؟ الاول طبعا انا طلعت البقلاويز بتاعي، هناخد منه هنفصصه وهنقصقصه وهنحطه في الجردل ده عشان نشتغل بيه تشويح. المية اللي هتنزل منه هي نفسها اللي هنعجن بيها العجينة. خليكم معايا كده، هننزل نجيب شوية مية صغيرين هنا. من الريمة دي عشان ايه ممكن اول حاجة عملتها شوية المية دي. طبعا ده الجراجولا بتاعتي او البقلاويز زي ما قلنا، بقاليدس تقريبا، بنطلعها انا بالمنظر ده كده بنحطها هنا. الحاجات دي كلها طبعا قديمة، عندي في التلاجة، وصدفة ان النهاردة ايه دورها ان هي تشتغل. طبعا انا نظفت خليت البقلاويز بتاعي او الجراجولا
في شويه الميه دول وغسلتها طبعا، لانها بيبقى ايه كلها دم زي ما انتم شايفين كده. الحتت اللي هتفضل منها برضو ايه هنسيبها زي ما هي. بصوا يا جماعه، ده سمك الكبريتا، او في ناس بتقول عليه التونه. دول شويه كنت انا عاملهم في البيت عندي وزادهم مني في الاكل، فانا ما بنرميش حاجه، بنخليهم لايه ليوم زي ده وظرف زي ده. دي عباره عن تونه اللي هي الكبريتا، دي كانت جاهزه للاكل ودي فضلت مني. ممكن انا برضو لو بالصدفه يعني ما عنديش حاجه زي دي، ممكن نجيب كبريتا وناخد منها حتتين اللحمه اللي هي الحمراء اللي هم الزفره، نعمل بيهم نفس الايه نفس العجينه دي. طبعا انا هنسيب دي كده شويه في الميه عشان هي متجمده، اول ما تفك هنقول لكم انا هنعمل ايه دلوقتي. خليكم معانا. طبعا ده كده ايه الجرجوله بتاعتي مع شويه الدود المملح، هنشوح بيهم دلوقتي، نشوف التشويح عامل معايا ايه هنا لحد اما ايه العجينه بتاعتي بتاعت لحد اما التونه تفك، وهنرجع تاني نعمل لكم العجينه الزفره ان شاء الله. طبعا انا نيتي النهارده ان شاء الله ان انا هنشتغل هنا بالعجينه الزفره ببوص اليد، معايا بوصه 6 متر، وهنشتغل بدواء التشويح. هنبدا انا كده نجهز عدتي ان شاء الله ونتوكل على الله. طبعا دي برضو يا جماعه ايه للعجينه، ده علف فراخ هنحطه برضو، هنجهزه كده يستوي مع الايه مع التونه او مع الكبريت. ده عيش ناشف طبعا دوره جاي لما الايه لما الحاجه دي تتفك كده مع بعض. خليكم معانا، اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اننا نقدر نقدم لكم حاجه جديده وحاجه هادفه. العجينه دي يا جماعه بما يرضي الله يعني والله وكل ثقه، والله 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 اقسم بالله، حتى لو ما اشتغلتش معايا النهارده العجينه دي ناجحه جدا 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 في الصيد اللي هو الحواجز اللي زي دي، في صيد الصلبان. يعني انا فعلا مجربها، والله مجربها مرات يعني يا جماعه، حاجه فعلا حلوه. ان شاء الله يكون ليها رزق النهارده نضرب عليها عشان تصدقوا الكلام طبعا، وعشان يبقى الكلام عمل. خليكم معانا احلى متابعين في الدنيا، ما تنسوش طبعا تشتركوا عندنا في القناه، اعملوا لنا لايك وتابعونا، ان شاء الله هتشوفوا من عندنا كل جديد. خليكم معانا. هنجرب ان شاء الله بالدود المملح، ده دود نار. يا عالم يكون لنا رزق. الرزق مش عايز واسطه يا جماعه. الرزق اللي عايز دود، لا عايز دود حي ولا عايز نار ولا عايز، الرزق مش عايز واسطه. انت لو ليك رزق هتاخده لو بتصطاد بايه. ايه والله انت ممكن تلاقي سمكه دايخه كده طالعه لك دلوقتي تيجي ضاربها، تكون هي رزقك. التطعيمه بتاعتي اهي، هنطلع من الفرد التاني. هو انا بس في حاجه واحده بس مقلقاني في المكان ده، ان هو ايه يكون في وعر وصخر وبتاع هيقفل لي اليوم، لان انا خلاص انا ايه حطيت في مكان واحد مش هينفع نغيره. زي ما انتم شايفين الحاج امي معايا وبتاع والعيال وكده، فمش مستاهله تنطيط. ربنا يسهل تكون ارض صافيه، نعرفوا نكشفوا بيها المكان، نفتحوا بيها مكان جديد، تبقى علامه جديده ايه لمنوعات رحال. المكان ده جميل يا جماعه، ممكن تيجي انت وعيالك، تيجي انت واهلك وامان. الدنيا كويسه خالص هنا، والناس هنا محترمين جدا يعني، عشان يبقى عندكم خلفيه. تعمل حسابك طبعا تيجي تقعد لك ساعتين ثلاثه اربعه، يعني ما تطولش برده عن كده. عايز تيجي بدري برده تيجي، انا واصل اهو على الميه الساعه 2:30، يمكن تمام تكون 3 كمان يعني.
ربنا كريم هنرمي ان شاء الله، لو في حاجه هنصورها لكم مباشر في المشي. الكبريتة بتاعتها اهي فكت يا جماعة، الكبريتة بتاعتها فكت اهي، تمام. نبدأ نحط العيش. نبدأ بقى نعجن العجينة بتاعتها اهي، العلف مع السمك مع العيش. العجينة بتاعتها بعد ما خلصت يا جماعة، زي ما انتوا شايفين اهي بالمنظر ده، هناخد منها شوية هنزفر بيهم في المكان. طبعا زي ما انا رميت كده الفاتح معايا النهارده، بس الدود اللي معايا طبعا مهما كان برضه الدود الحي بيبقى ليه وضعه طبعا وليه مركزه، ولكن برضه الأجزاء بيد الله. سيب الشوية دول طعم، سيب الشوية دول قيمة، عجنة كويسة برضه برضه لحد دلوقتي. دي الجرجولة يا جماعة قطعتها كده اهيت، عشان انا شغال بصنار صغير، بنطعمها بنفس الطريقة دي كده، نظام تدكيك، واحدة يمين واحدة شمال. ايه برضو نجيبها كده، طبعا في ناس بتحطها كلها، بس انا هنا عشان شغال بصنار صغير ونازل على سمك صغير، فايه
بندججها. نفس المنظر ده كده هنجرب. الدود ما ضربش عليا يعني، قعدت بتاع نص ساعه كده على الدود، الدود ما ضربش. الوقت خلاص بقى مزفر معايا. طبعا انا عملت اللي عليا كله والله، ربنا يعلم يعني. مش عارف بقى القصه كانت معايا في الدود الحي برضو ليه دور، ولا هو اليوم ما فيهوش سمك. الحمد لله انا خدت رزقي. طبعا انا قبل المغرب بشويه قلت نلحق سوق رصيف برج رشيد ان شاء الله، نحاول نشتري سمكتين للبيت. الله المستعان، لو حسيت ان هنعرف نصور هنصور لكم انا عملت ايه. لو مفيش نصيب يبقى ده اخر الفيديو. تمام يا جماعه، خليكم معانا. طبعا يا جماعة ده مزاد برج رشيد او سوق السمك برضو بتاع برج رشيد. المكان هنا قبل البغاز بشوية، المراكب بتدخل البحر بتسرح بتيجي تفضي السمك بتاعها هنا. اوقات بقى بيقابلك سمك حي، بيقابلك سمك طازة. طبعا الاسعار مرتاحة خالص، لان انت بتشتري اول ايد، انت بتشتري من المركب. المزاد بيتعمل هنا، انت بتاخد بسعر التاجر اللي انت بتشتري منه في المحلات. المركبة هي نزلت فرغت وايه وماشية دلوقتي. دخلت طبعا انا المزاد، ليا حبايبي كتير الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا ما يحرمكم من الحبايب. حاولت نشوف اي سمكتين كده يكون حلوين يعني وطازة في نفس الوقت تكون ايه اسعارهم مرتاحة. ما لقيتش انا في الوقت ده كله غير قاروص على البركه. القاروص كان داخل على المراكب كلها، فربنا سهل يعني ايه. كلمت حد صاحبي يعني موجود هناك، وهتشوف انا عملت ايه دلوقتي. خليكم معانا. Thank you.
ربنا كرمنا بسمكتين هم حلوين هم على البركه. الله كريم اهو برضو سمكتين حلوين يعني هم برزقهم يعني والله. سمك طبعا حي لسه طالع وربنا كريم ان شاء الله. ام يحيى بقى تتجدعن بقى وايه تعرف تظبط لنا السمكتين دول ان شاء الله. يا كريم يا رب يا مسهل الحال. هما مش داخلين من ال مش جايين في الجربندية. يلا الله كريم الله كريم تمام يا شباب. الصغيرة ولا الكبيرة؟ الكبيرة. صلاة النبي صلاة النبي اللهم بارك. لا في حاجة مبطرف والله. هو ايه اللي بياكل كده؟ بطريق صلاة النبي بطريق كبيرة دي. العب يلا يا يحيى يلا العب بس اسم الروح يلا قوة الا بالله. اللهم بارك صل على النبي. اللهم بارك اللهم بارك في منا وفي اكلنا اللهم بارك كل حاجه حلوه لنا ان شاء الله. ما شاء الله يقول ما شاء الله يا يحيى. بس اصبر بس كده بس العب يا بابا يحيى يا كبير يا بتاع المخلل. يا بابا اللهم صل على النبي. ما نشوفوا التانية. التانية دي بقى صلاة النبي ولا حاسب الله حاسب يا ولا. طبعا السمك ده ايه لسه طالع من البحر. هو طالع ازاي يا بابا؟ صلاة النبي طالع ازاي يا بابا؟ انت صدته يعني؟ بس هو طريخة. لا والله يا علي اشتريته من السوق يا حبيبتي. ما طلع ازاي بقى من لا اصطدناه يا جماعه اصطدناه. لا يلا اللهم صل على النبي اللهم بارك. ده يحيى الرئه بتاعته الهواء بتاعه دي الكبده بتاعته. طلع يا عم حاجه سليمه يعني عشان السمكه طازه طبعا. طلع كبدته نقله. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى